برحب بيكم باعتباركم شباب مصر وأملها وأملنا كلنا في مستقبل أفضل وفي دستور يبقى أساس قوي وسليم لبناء قوي وسليم يدي فيه فرصة لكل مواطن ومواطنة مصرية إنها تحصل على كل حقوقها الأساسية هي وأخوها وكل أسرتها، وإنه يبقى عندها دايما أمل في المستقبل، أمل في العدل، أمل في المساواة، أمل في نوعية أفضل للحياة، أمل في المشاركة اللي تجيب نتيجة ومش في نصوص تتحط في دساتير وتبقى حبر على ورق. الدستور اللي احنا بنحلم بيه دستور يبقى فيه كل مواطن شاعر ان البلد بلده وان حقوقه مضمونة، شاعر ان كرامته محفوظة، شاعر ان هو هيحصل على فرصة عادلة ومتكافئة بانه ياخد تعليم كويس وانه رعاية صحية كويسة وسكن مناسب وانه يبقى عنده فرصة في العمل ايضا متكافئة، كل واحد على حسب جهده وقدرته وتفوقه ومش على اساس هو ابن الغفير ولا ابن السفير، هو غني ولا فقير، هو مسلم ولا مسيحي، هو رجل ولا امرأة، هو نوبي ولا بحراوي ولا أسواني ولا أسيوتي ولا من نوبة ولا من سينا ولا من اسكندرية. كل المصريين يشعروا أن مسطرة واحدة هي اللي بتستخدم للقياس، مسطرة العدل والمساواة من غير أي تمييز إلا على أساس الجدارة والكفاءة. عايزين دستور يحط أساس لنظام ديمقراطي حقيقي، ما يبقاش فيه لأي سلطة حق إنها تستبد وإنها تعتدي على السلطات الأخرى، يبقى فيه توازن بين السلطات، واللي عنده سلطة قصادها مسؤولية يتحاسب لو ما تحملش مسؤوليته، لو خالف القانون، لو اعتدى على الدستور أو خالف أحكامه. كل المسائل دي مهمة جدا أن الدستور يحطها، مش بس بنصوص ولكن أيضا بضمانات. الدستور هدفه يحمي حقوق الناس من تعسف السلطات اللي في إيدهم سلطة، ده هدفه، عشان يضمن العدل والمساواة ويرفع الظلم. الدستور هدفه أنه يحمي حقوق المواطنة عشان المجتمع المصري يفضل متماسك زي ما هو متماسك من آلاف السنين. الدستور هدفه أنه هو يحمي أنه المؤسسات تبقى بينها توازن زي ما شرحت، ويبقى في بينها فصل وتعاون وتوازن عشان ما فيش أي سلطة تستبد وتعتدي على السلطات الأخرى. الدستور هدفه أنه يحمي حقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المهمشين، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي احنا دايما بنقول عليها العدالة الاجتماعية، يحمي ويحقق العدل الاجتماعي بحيث أنه يبقى فيه توزيع عادل لعوائد التنمية. الدستور عايز يحقق أساس لتقدم للمجتمع المصري باستخدام العلم الحديث، باستخدام البحث العلمي، عشان مصر كلها تتقدم وتنهض ويبقى نوعية للحياة وحياة كريمة تحفظ كرامة كل مواطن ومواطنة مصرية. الدستور عايز المرأة تاخد حقوقها، وعايز الشباب ياخدوا حقوقهم والشابات ياخدوا حقوقهم، وعايز العمال والفلاحين ياخدوا حقوقهم، وعايز كل مواطن يشعر انه هو صاحب حق يبقى عنده فرصة متكافئة في انه يحصل على حقه ويمارس حريته. الدستور يحمي حرية الإبداع، حرية التعبير عن الرأي، حرية العقيدة. الدستور يحمي حرية وحرمة الحياة الخاصة. الدستور يحمي تماسك المجتمع المصري. الدستور أساس لحياة كريمة لكل مواطن، أساس للمستقبل إلى كل شاب وكل شابة مصرية.
في كل مكان في مصر. الدستور ده حاجة مهمة جدا بالنسبة لكم، هو اللي بيحط الأساس للبناية للمستقبل. أرجوكم اقروا وقولوا رأيكم وقولوا ملاحظاتكم، أرجوكم اهتموا، أرجوكم قولوا لنا انتوا اقتراحاتكم ايه وآراءكم ايه. الدستور كله مهم للشباب. في صحيح مادة او مادتين بتتكلم على التزام الدولة بانها ترعى الشباب، لكن الحقيقة انا مش مقتنعة بكده خالص. انا شايفة انه الشاب والشابة يهتم انه يبقى في عدل ومساواة وحقوق وحريات. الشاب والشابة يهتموا ازاي المواطنة بتتطبق وتترجم في كل مواد الدستور، ازاي تكافؤ الفرص يبقى مضمون عشان ما يحصلش تمييز بين المواطنين الا على اساس الجدار، ازاي كل ماده في الدستور تهم الشباب، فازاي الدستور بيحمي حق العمل وبيحمي حق كل واحد انه ينافس على فرص العمل بس على اساس العدل وتكافؤ الفرص. الدستور ازاي بيحمي الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في السكن، كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دي اللي مهمة جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لكل شاب وشابة، مهم انكم تبصوا عليها. ازاي بيحمي البحث العلمي، ازاي بيحمي استقلال الجامعات، ازاي بيحمي حرية الرأي والتعبير عشان كل شاب وشابة يبقى من حقه يعبر عن رأيه ويعبر عن نفسه بالكتابة وبالنشر وبالرأي. حرية الصحافة والإعلام، كل دي تهم الشباب. أرجوكم اقروا الدستور وادونا ملاحظاتكم، اقروا مشروع لجنة العشرة وشوفوا الأسئلة اللي مكتوبة على الموقع، وكل ما تجيلكم فكرة مهمة أو ملحوظة مهمة ادوها لنا، احنا هنهتم والشباب اللي عاملين هذه المبادرة مهتمين جدا انه يوصلوا كل اقتراحاتكم للجنة الخمسين. واحنا كلنا املنا انه شبابنا اجيال المستقبل اللي قاموا بالثورة دي واللي عبروا عن رأيهم بكل شجاعة انهم ياخدوا فرصتهم في انهم فعلا يقودوا المرحلة القادمة. فارجوكم الخيادة تبدأ بالمشاركة وإبداء الرأي.